يا جماعة، زي ما قال المطرب المرحوم عبد الحليم حافظ، نبتدي منين الحكاية؟ لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ إخواني الأعزاء والأشقاء، الأزمة اللبنانية أزمة مستعصية لا شك، وصعبة وعايزة أدمغة وعايزة مبادرات. لا شك الاجتماع وزراء الخارجية العرب ادى الكتير من وقته وكان مخصص للأزمة اللبنانية. احنا بنشكر كل الأفرقاء على المبادرة اللي طلعوا بيها، ومجيئي إلى لبنان يجب علي وسأبذل قصارى جهدي على أن تنحل هذه الأزمة إن شاء الله، لو هأضطر إني أبقى فترة طويلة. لبنان بلد جميل يا جماعة، حرام إذا كان مش عشانكم نبقى نتكلم عن الشعب. الشعب اللبناني عم يعاني الكثير يا إخوان، يجب أن نخفف عنه. المسؤول بيروح وبيجي، بس البلد بيبقى بلد ولبنان بيبقى لبنان. هذه كانت مقدمة، بس هذه كانت مقدمة المقدمة للدخول في تفاصيل الحل ما بين الفريق المعارضة وفريق الموالاة. استاذ لو بتوجه حديثك له، لانه هن اللي عم بيعرقلوا الوضع. لا نحن لو ما هيك نحن مزلك الخصم. لو سمحت لا معروف ما انتوا شاطر، معلش بتخففوا لي بس، انتوا لو بتخففوا لي بس الاتهامات اللي بتزتوها شمال ويمين وبتصير تترشقوا فيها، معلش ما لو سمحت استاذ ما بدنا نعمل مشكل عن جديد، خلص عم نوصل لاتفاق. يعني انا برايي الشخصي بلا ما نفوت هلا بجدل بيزنطي على الفاضي، لانه ما صدقنا اخلص. يعني خلي تفضل يا خلينا فوت بصلب الموضوع. على الله على الله يا جماعه، تقعدوا مع بعضيكوا ولو نص ساعة من غير منكفة مثل ما بتسميها باللبناني انها ارون اير. هن التخاطب السياسي مين بلشوا؟ نعم. هذا التخاطب المستوى المتدني. لا لو اذا بتريد لطف اكوالك وعرف شو عرف حالك. خلي يا جماعة لو سمحت. يا جماعة، مبادرة وزراء الخارجية العرب تنص على الشكل التالي. اولا انتخاب الرئيس الجمهورية بعد الاتفاق على العماد ميشيل سليمان فورا وفق الأصول الدستورية. ثانيا تشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل عادل، حيث يكون الصوت الوازن هو لرئيس الجمهورية المتفق عليه وهو العماد ميشيل سليمان. ثالثا العمل على انتاج قانون انتخاب عادل حسب الاصول الدستورية يتفق عليه بين جميع الاطراف واطراف النزاع، ما يسمى باطراف النزاع. هي دي المبادرة العربية، هي المبادرة مش بحاجة إلى ولا تفسير، مفسرة حالها بحالها. يا جماعة يجب أن نستفيد من هذا الظرف العربي المدعوم إقليميا والمدعوم دوليا، حتى نخرج البلاد ونخرج لبنان الحبيب من دائرة التشاطر والتنازع والعمل على إنهاء المأساة اللبنانية. حضرتك رأيك في الموضوع بكل تجرد. استاذ نحن ما عندنا مشكلة، يعني نحن بنشكركم وكل شيء موافقين عليه أولا وثالثا. بالنسبة إلى ثانيا، يعني عدد الوزراء بمجلس الوزراء لازم يكون 5 11 14، هيك نحن اجتمعنا بالتكتل وقررنا هالشيء 5 11 14. الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. انت تقول 5 5 11 11 14 14. دي وجهة نظرك؟ هيدي بتحس متوازنة. نعم. وتفي بالغرض. يفي بالغرض. نعم. لو سمحت رأيك
حضرتك فريق المعارضة. نحن بنقترح 13/7/10. هيدي بعتقد انه كتير متوازنة وبتحل الأزمة. بتحل الأزمة هيدي جديد كتير. هيدي بدك تشوف يعني تطفية علينا بالعرض 13/7/10. صارت هيك الشغلة. نحن بنطالب بحكومة 2/3/25. مازالك نعم 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 2/3/25 ردا على المقترح تبعك. طبعا مازال ردا على المقترح. أنا رح رد على المقترح تبعك ورح أقول لك 10/1/19 ما بتمشي. بدها تمشي. يا جماعة ادولي الأرقام بشويش. الأرقام بشويش مهمة جدا جدا. الارقام اللي عم ترموها ايد عندك. نعم 10/1/19. هاي بدها تمشي. هاي البيضة بدها تمشي. لا اذا هيك ايد اللي عندك عمول معروف 9/8/13. الحكومة اللي بدنا اياها تكون 9/8/13. هيدي هي. ما زال لك هيك ايد اللي عندك. لكن نعم. ايد اللي عندك 11/4/15. ما زال لك هيك. سوري معلش معلش زميل. ليش ال 11/12/7 شو بتشكي زميل؟ باردون باردون 11/12/7 هاتوا هاتوا حطينا 11/12/7 مو معروف استاذ 11/12/7 كله حيتسجل يا جماعه. كله حيجي دوره. كله حيجي دوره. مازالك هيك. مازالك هيك. انت اردتها حربا فلتكن 13/13/4. انا موافق 13. ما بتزبط هيدي. بدها تزبط. كيف ما بتزبط؟ لا بالطول ولا بالعرض بتزبط. لا ليش ال 11/12/7 تبعيدك تمشي؟ لا لا تقلك شو رح حديث هيدا. ايدوا هي الاخرانيه. سجلت له. سجلت 3/23/4. حلوة دي. حلوة هيدي. طويلة وعالية مرعوبة على جنب. حلوة حلوة. 3/23/4. 23/4 أرقام خيالية. حط لك 19/9/2. 19/9/2. كيف هتركب وزارة بهالشكل؟ خلاص. لا مش خلاص. حط لك 8/7/15. براعي مازالك حيحط لك 30/0. يا براعي شو 30؟ 30/0. لو سمحتوا يا جماعة. ليه مش 0/30 مثلا؟ براعي خد الارقام دي وانزل على اقرب مكتب لللوتو. ايوه تكس لي اياهم وجيب لي اياهم. حاضر يا بيه. يلا على السريع بقى. يا جماعه انتوا عندكم كنز. احنا امتى اللوتو يطلع السحب ده؟ النهارده والخميس. النهارده والخميس. والخميس النهارده يبقى طلع اوريدي. اوريدي طلع. يبقى الخميس. خميس اجتماعنا الجاي الجمعه الجاي باذن الله هنشوف اذا ربحنا ولا ما ربحناش. ونعود الاجتماعات. والله الله يمشي الحال. بس هذه يعني بكون الاجتماع بكون جمعة كرمال شو اللوتو. بعد اللوتو. بعد اللوتو احنا هنستعملها باللوتو. ده انا هقطفها هقطفها وهي طايرة. يا جماعة بيأسفني اني ابلغكم انه اللوتو ما تصابتش. ايه ما صابوا الجايزة الاولى. ما تربحتش. يبقى ال شو بدك انت شو عملت طيب؟ انا بس الحمد لله انه ردينا ثمن الشبكات. رديت حق اللي تكس اللي تكسنا. الحمد لله الحمد لله. طب انا بعد غيابي عنكم ليومين كنت كان عندي عزايم على غدوات طبعا وعشوات. انتقل هيك تقريبا. توصلتوا للنتيجة؟ على ما تكون توصلت للنتيجة. شوف يا أستاذنا الكريم نحن من بعد ما اطلعنا على الموضوع كله بشكل عام. نعم. ونظرنا له بنظرة نظرة تجرد وتفاؤل. توصلنا أنا وزميلي لاتفاق على نقطة واحدة يلي هي أنه نمشي بالمبادرة العربية يلي حضرتكم نصيتوها ونعمل قرار. يعني أساس كيف صارت القصة دغري طلعنا فيها بشكل إيجابي. حسينا أنه عشو نحن مختلفين فعلا. يعني أنا قلت هيدا زميلي وشريكي بالوطن يعني ليش تبدي يكون ضده يعني فمش الحال. فما هاي كثير لو جيت إذا بتفكر فيها بموضوعية بشكل أنه لا أنا بدي ألغي لا هو بده يلغيني. لا أنا فيني ألغي ولا هو في يلغي. بارك الله. فنحن عايشين مع بعض. نحن يعني في انا عندي اهل عنده وعنده اهل عندي يعني عايشين مع بعض. ما فينا هيك نجي نختلف ونجي. فهمت علي؟ يا ريت مبادرة سمن وعسل. نحن على وفاق تام وقدامك رح نثبت لك هالشيء على بركة الله. يلا اول شيء بدنا اقول لك شكرا كثير. اهلا اهلا شكرا كثير. اهلا وهيدي قدامك. هيدي بوصيها زميل حبيبي هيك ما نضل على طول. ها ضروري ضروري ضروري. إيه. يبقى يا جماعة خلينا نتكلم في المهم. بعد تشكيل الحكومة. نعم. حكومة الوحدة الوطنية. نعم. إن شاء الله. حناخد الصور التذكارية بشأن. نعم. هذه الحكومة مجتمعة.
مظبوط صح. استاذ عندي سؤال صغير بس بالنسبه للصوره التذكاريه. نعم. يعني سؤال تقني، هلا مين رح يوقف عماله الشمال، مين رح يوقف عماله اليمين بالنسبه للافرقاء؟ زميل نعم. عفوا بس هيدي النقطه يمكن بحثنا فيها، قلنا لكم انه نحن رح نوقف عماله الشمال. لا لا وقتها نحن انه نحن عماله الشمال، انا قلت لك قلت لي اوكي. لا بلا لا لا انت يمكن فهمت غلط. زميل مرق زميل لا مرق شيء ثاني هذيك. لا قلت لك اوكي على شيء ثاني، بس انا على الصوره التذكاريه انا بعدني بذكر منيح، بعدها صوتي معلق بدينتي. زميل انا مصر على هاي النقطه، ما تفكرها انه هيك تفصيل عابر. نحن ما لنا مش انه الابعاد، ما هو لانه ما لنا تفصيل عابر نحن مصرين عليها. نحن على الشمال يا جماعه، خليني خلينا نحن على الشمال. لا ما نحن على الشمال، انتوا وقفوا على اليمين. شو ليش ما نوقف نحن على اليمين؟ تبعال عندي حل يا جماعه، عندي حل دي تفاصيل. في بد اذا بدكم توقفوا انتوا على الشمال وقفوا على الشمال. طيب بس نحن نوقف قدام. لا لا كيف انتوا قدام؟ ليش بدكم تكونوا انت قدام؟ نحن على الشمال وقدام. طيب نوقف اثنيناتنا على الشمال وانا انتوا ورا نحن قدام. ما حكينا بالموضوع، قلت لي اوكي اعملون هول الشيء. لا ما حكينا بالموضوع زميل. لا احنا مصرين نكون على الشمال وقدام. لو سمحت رح ما بدكم. لا حرف اشي عن سين. يا جماعة الخير دي تفاصيل احنا حنشكلها بمعرفتنا، حنشكلها بس انه شوية يمين شوية يسار شوية قدام شوية منكم من الطرف الاخر حتبقى مش مشكلة. طيب كمان انا عندي سؤال. هي وقفت على التفاصيل دي. تفضل. اكل فول يمكن؟ لا بدي اسال انا سؤال. فول الصبح تفضل. سؤال استاذنا الكريم. نعم. بالنسبة لهذا التفصيل، في تفصيل تاني كمان جدا مهم بالنسبة لنا. البدلات تقوم البدان البسها. شو بده يكون اللون معين؟ حكينا فيها قلنا لك كحله. هيدي كحله كحله يا سيدي. لا نحن ما انا ما بلبس كحله. كيف عم تلبس كحله زمان؟ انا وحياتي صوره رسميه بدها تكون كحله، لابسين كلها مثل بعض، ما تبلش تقول لي كحله. انا ما بلبس كحله، لقول لك شو انا بتفتح خزينتي كلها ما عندي ما كحلة. فيك تفرق عنا كلنا تلبس حزاوقه، كلنا بنلبس كحله. حكينا فيها ليش بدكم تلزموني بالكحله وانا ما بلبس كحله؟ يعني انت بتنقي لنا الوان اللي بنلبسه بالصوره يا زمان؟ الله الله ليش انتم بدكم تنقوا؟ ليش انتم بدكم تنقوا؟ ما عم بفهم. لك نحن كل عمرنا بنقي الوان الصوره. ما بطيقوا للكحله يا خيي. ما عندك شو بقول كحله هلا؟ ما بحب البس كحله. لك عارف اسلقهم هيدا يا خيي، هيدي المبادره تبعتكم ما بدي اياها بقى. يا جماعه منيح هيك ما زلتكم هيك. انا عندي الباكستاني. يا عم خليه يحكي الاستاذ. يا جماعه ما بلبس كحله، ما بلبس كحله، ما بحب الكحله. وغصب عنك ما بتلبس كحله. ما في غصب عنك تلبسي كحله. يا جماعه فشلت. انت اصبعك ما تعلي. انت اللي اصبعك ما تعلي. وطي زول. زي ما حضرتكم شايفين يا جماعه الحل صعب، انا عندي الباكستان وعندي دارفور وعندي السودان. حلوا ازمتكم بنفسيكوا وعلى الله الله يكبر بخاطركم. بس سؤال، انت شو بدك تتغدى هونيك وتاكل بدارفور؟ ما عندهم شيء غير رز. بلاد الله واسعه. انا كحلي مطرح بقى لوجهك الكحلي يا زميل. لا ما زميل ما بلبس كحلي. خلي لبسك على ذوقك. ليه بدك تلبس على ذوقك؟ حدثتكم من لبنان عوده الى دار